مشاهدينا، يعني كمان ما نقدرش ما نتكلمش عن حفل الكينج محمد منير، وهو من أهم الأحداث في مهرجان العالمين. دايما حفلات منير بتتصدر الترند بشكل عام على السوشيال ميديا، زي ما احنا اتكلمنا يعني كينج كبير من 77 لغاية النهاردة، هو متربع على يعني خليني أقول على ساحة الغناء، هو من يعني صوت مصر، هو صوت النيل فعلا. احنا معانا دلوقتي فيديو خاص كده بجمهور منير، واللي كان محتشد بقوة استعدادا للحفل، وكان جاهز بالدفوف واللافتات وقاعدين بيغنوا اغاني منير قبل الحفله. خلونا نتابع مع بعض ونشوف جمهور منير عمل ايه في العالمين، ونرجع نكمل كلامنا. كمان من الحفلات اللي الناس مستنياها هو حفل الفنان، او بوستر حفل الفنان كاظم الساهر، والمقرر اقامته يوم 18 يوليو. انتشر بشكل كبير جدا على كل منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بين الجمهور العربي. طبعا من المعروف ان القيصر النجم كاظم الساهر بيحظى بشعبيه كبيره جدا بين جمهوره في الوطن العربي كله بشكل عام، وخليني اقول الجمهور المصري كمان بيحب القيصر بشكل خاص، وده اللي خلى الخبر اللي هو الاعلان عن اقامه حفل ليه في مصر ضمن فعاليات المهرجان تتصدر الترند على كل وسائل التواصل الاجتماعي.